خلينا نتخيل مع بعض السيناريو ده. انا دلوقتي رحت كعيد دم قلبي في الجهاز اللي ورايا ده واللي المفترض مواصفاته هتظهر لك حالا، ويقال ان المواصفات دي هاي اند، واذا بيه اخدت القطع وروحت البيت وجمعتها بنفسك والجهاز وصل بالشكل النهائي اللي انت شايفه قدامك. السؤال هنا، افتح بقى الجهاز وانزل ويندوز على طول، ولا انا في حاجه المفترض اني اعملها قبل الويندوز؟ قبل ما تعمل اي حاجه لازم تعرف ان اول حاجه هتقابلها اسمها فايلز. فايلز كلمه اختصار لمصطلح اكبر اسمه بيزك انبوت اوتبوت سيستم، هو عباره عن برنامج موجود على مايكرو بروسيسور، ودي القطعه المسؤوله عن تشغيل الكمبيوتر اول ما بتدوس على زرار الباور. لكن اهم شيء بيقوم بيه البايوس انه بياكد على سريان الداتا بشكل منتظم بين نظام التشغيل وبين مكونات الجهاز من بروسيسور ورامات واس اس دي وكارت شاشه بشكل سلس جدا، وبيبلغك قبل الدخول على الويندوز ان كل حاجه متركبه تمام ومقريه بشكل مظبوط. مع تطور الهاردوير البايوس اتطور هو كمان وتحول من مجرد الشاشه الزرقاء العقيمه اللي محدش بيبقى فاهم منها اي حاجه للشكل النهائي باسم يوفي او يونيفايد اكستندد فيرموير انترفيس فورم. مش عاوزك تعرف الفرق بين الاثنين دول دلوقتي، لكن اللي عاوزك تعرفه هو ان البايوس اتحول من مجرد شاشه عقيمه زرقاء لواجهه جرافيكال سهله وبسيطه وفيها مميزات اكتر من البايوس التقليدي. يبقى بعد ما بتجمع الجهاز اول حاجه بتقابلك هي البايوس. انا هستخدم في الحلقه دي ماذر بورد من ايسوس، وهي الاعلى حتى الان من الشركه بسوكت AM4 وشريحه X470 من فئه ريبابليك اوف جيمرز. قبل اي شيء انا هعمل ابديت بايوس عشان اطمن ان مفيش اي حاجه ممكن تعمل لي مشاكل بعد كده. بعض الاحيان تحديث البايوس بيقدم فرق في الاداء زي ما حصل في بروسيسور زي AMD في الدفعه الاولى منها، وادانا الميزه اللي حاليا كلنا بنستخدمها في اي تجميعه، وان مع التردد العالي في الرامات بيدينا زياده في الاداء سواء كان في الالعاب او في الكونتنت كريشن. وفي بعض الاحيان الابديت بتاع البايوس ده بيعالج مشاكل زي الرام كومباتيبلتي مثلا مع المذر بورد. المهم انك عن طريق بايوس ايسوس تقدر يا اما تعمل ابديت عن طريق وحده التخزين الداخليه، ده في حاله ان انت جهازك نزلت له ويندوز اوريدي ورحت منزل تحديث جديد، او عن طريق الفلاشه نفس الموضوع برضو، او عن طريق الانترنت، والاخيره دي في حاله ان جهازك لسه جديد نوفي زي الجهاز اللي انا شغال عليه. نسيت اقول لك حاجه، البايوس الجديد بيديك قدره مهمه جدا وما كانتش موجوده في البايوس القديم، انت بتقدر تستخدم الماوس فيه. بعد ابديت البايوس هنخش مره كمان على البايوس عشان نعمل اهم خطوه في التجميعه، وهي بروفايل الرامات. الرامات لما بتشتريها على اساس التردد بتاعها وعلى اساس المساحه والكونفيجريشن بتاعتها سواء كانت دول او سنجل شانل، ودلوقتي بقى عشان الار جي بي كمان لو عاوز تعمل شكل كويس. انا بالنسبه لي التردد مهم جدا، عشان اشغل الرامات على التردد اللي هي جايه بيه محتاج اتاكد ان البورد بتدعم البروفايل ده. الرامات اللي اخترتها بتردد 3200 ميجا هرتز، والمذر بورد بتدعم التردد ده بدون اي مشكله. لما بفتح البايوس الاعدادات بتكون على وضع الاوتو اللي هو الوضع المناسب للبورد والبروسيسور والرامات، وفي الحاله دي بيكون اقل من التردد اللي انا شاريه. يجي لي واحد عنده ميول راس ماليه يقول لي الفلوس اللي انا دفعتها في الرام ال 3200 هتروح عليا؟ لا، هي مش هتروح عليك، انت هتروح لحاجه اسمها الدي او سي بي، دي عامله زي بروفايل انتل اللي هو الاكس ام بي، بتجيبها من قائمه اكستريم تويكر، ومنها نروح لاختيار اي اي اوفر كلوك اللي هنختار منه البروفايل الخاص بالرام بالتوقيتات والبولت الصح عشان تشغل الرامات بالتردد اللي انت اشتريتها بيه. وخليني اقول لك انك ما دام اشتريت بورد اي ام دي لازم تعمل البروفايل ده، عشان ده التردد اللي البورد هتفهمه واللي هينقل لك الداتا للبروسيسور بشكل اسرع، بالتالي هتاخد الزياده اللي احنا جربناها في حلقه فاتت سواء كانت في الالعاب او في الكونتنت كرييشن. المهم انك عن طريق البايوس كمان هتقدر طبعا تعمل اوفر كلوك وتقدر تراقب درجات الحراره، بس انا هخلي النقط دي لبرنامج تاني. انا دلوقتي هروح اعمل الويندوز، هسيبك مع الخطوات وبعدها ارجع لكم لما اجي اسطب التعريفات. بعد ما بتخلص الويندوز بتاعك بتلاقي نوتيفيكيشن من ايسوس اسمها ايسوس جريد، دي فيتشر ايسوس ضافتها ضمن الباكج بتاعت البايوس. هي ميزه سهله جدا، كل اللي بتقوم بيه انها بتعمل ابديت للدرايفرز بتاعتك او بتعمل انستول للدرايفرز بتاعتك بدل ما تاخدها من الاسطوانه اللي غالبا بتكون درايفرز قديمه. هي هنا بتنزل لك تعريفات احدث واوتيليتيز احدث من موقع ايسوس، وعند اوتيليتيز شد خط مهم جدا تحت اهم ميزه ايسوس بتقدمها وهي الاي اي سويت 3. المنصه دي تقدر تعتبرها البايوس بتاع البورد بس على الويندوز، وبجرافيكال يوزر انترفيس او واجهه مستخدم شكلها افضل بكتير من البايوس. اي نعم في بعض الحاجات هتكون
اقل من البايوس، لان البايوس معمول عشان مهام اعقد بكتير من البرنامج ده، لكن انت تقدر عن طريق المنصه دي انك تعمل حاجات كتير جدا تغنيك عن زياره البايوس كل شويه. لما بتفتح البرنامج هتلاقيه موفر لك مزايا كتير جدا، زي انك تتحكم في مزايا ايسوس الاساسيه اللي هي التي بي يو والاي بي يو. الاولى هتخليك تلعب على اعدادات البروسيسور عشان ترفع من اداء البروسيسور وقت الضغط، المعروفه بعمليه كسر السرعه اللي بتكسر حاجز استهلاك الباور عشان توفر الباور المناسب لعمليه كسر سرعه، لان مع زياده التردد في زياده في الاداء وفي زياده في استهلاك الطاقه، وطبعا زياده في الانبعاث الحراري بمعنى اصح لكل فعل رد فعل. اما الميزه الثانيه فهي عكس الميزه الاولى تماما. تي بي يو هي اختصار لكلمه تيربو بروسيسور يونت، اسمها بيوصف مهمتها. اما الاي بي يو اختصار لانرجي بروسيسور يونت، مهمتها هي توفير استهلاك الطاقه بالاعتماد على نسب الضغط، بمعنى ان قيم الطاقه ما بتبقاش عشوائيه، كل حاجه بتكون داخله عشان تستهلك بكميه معينه والاداء معين، ده بالاعتماد على دايره الباور الديجيتال باسم الدي جي بلس للبروسيسور والرامات، هي كمان تقدر تتحكم فيها. المنصه كمان بتقدر تخليك تتحكم في اولويه برنامج معين في استهلاك موارد الجهاز باسم تيربو اب، والمراوح تشتغل على انهي نمط لما البرنامج ده يبتدي يشتغل. وبما اني جبت سيره المراوح، يبقى لازم تعرف انك تقدر تتحكم كمان في سرعه المراوح عن طريق اربع بروفايلات ايسوس موفراهم في امتداد فان اكسبورت 4. التغييرات ما بين النمط ده او النمط ده او النمط ده او النمط ده بتكون لحظيه. تقدر انك تعمل كمان نمط خاص بيك، بس انت هنا محتاج تخلي المنصه تتعرف على اقصى قدره للمراوح اللي انت مركبها عن طريق فان تونينج. بعد ما بتعمل الكاليبريتنج او بتعرف المنصه اقصى قدره للمراوح بتاعتك، تقدر تتحكم في المراوح المتوصله على البورد بالاعتماد على درجه حراره البروسيسور. ضيف على كده انك ممكن تتحكم في سرعه المراوح بالاعتماد على حوالي 9 مصادر للحراره، سواء حراره البروسيسور لسه قايلها او التشيبسيت او حاجات تانية كتير. وده اللي يخليني كمستخدم اعمل في البايوس خطوات قليله جدا في البدايه، لان كل حاجه بعد كده موجوده في المنصه على الويندوز. انت ببساطه شديده جدا بالبرنامج ده تقدر تعمل كل حاجه، حتى وان كان ابديت بايوس او ترجع للبايوس الاقدم منه لانك شايف ان الجديد مثلا مش مستقر معاك، او حتى تعمل ابديت للتعريفات بتاعه الويندوز نفسه. يقول لي واحد انا استفدت ايه؟ اقول له انا هقول لك. المنصه دي بما انها بتقدر تراقب كل حاجه من درجات حراره، نسب استخدام، نسب استهلاك طاقه، سرعه دوران مراوح بشكل دقيق جدا، تقدر بالاعتماد على القيم دي وعلى قدره المكونات بتاعتك انك تعمل اوفر كلوك. يبقى انت هنا مش محتاج الا انك توفر اساسيات الاوفر كلوك من حيث البروسيسور والبورد يكونوا داعمين للعمليه دي، وباور بكفاءه ممتازه، والاهم من ده كله الكولر. لاننا متفقين ان زياده التردد معناه زياده في الاداء، زياده في استهلاك الطاقه، زياده في الانبعاث الحراري. نلخصها في القانون لكل فعل رد فعل. يبقى انا واجه الاستفاده اللي هيقدمه لي البرنامج هو مراقبه كامله وتحكم كامل بعيدا عن البايوس، وكمان هيقدر يكسر سرعه البروسيسور بالاعتماد على الاربع عوامل الاساسيين: التيربو بروسيسور يونت والانرجي بروسيسور يونت والدي جي بلس والفان اكسبرت 4. الوظائف اللي بتقوم بيها الاربع عوامل هم دول اللي هيقوموا بكسر السرعه. انت كل اللي انت هتعمله انك تختار بس من الهوم سكرين اللي انا ما اتكلمتش عليها حاجه اسمها الفايف واي اوبتمايزيشن، وهتختار اما التي بي يو 1 او التي بي يو، او تسيبها باي ديفولت. هو حاطط اعدادات انت طبعا بعد كده ممكن تغيرها او تجرب فيها، بس انا هفترض اني مش فاهم اي حاجه. كل اللي انا عايز اعمله اني اكسر سرعه عشان اخد فرق في الاداء، بما اني موفر الاساسيات زي البروسيسور والبورد والكولر كويس جدا. يبقى انت هتسيب كل الاعدادات دي، وكل اللي انت هتعمله هتدوس ستارت. البرنامج هيعمل ريستارت ويفتح الويندوز تاني، وبعدها هيفتح قائمه فيها تايمر، سيبه لحد ما يخلص الدقيقه دي كلها، وهو هيكمل بعد كده شغل. اليه عمل البرنامج او الميزه دي انه هيرفع التردد تاتا تاتا، وبعد ما يرفع التردد هيعمل استابيليتي تيست عشان يتاكد ان التردد ده مستقر، بعدها يرفع التردد تاني ويعمل نفس الاستابيليتي تيست، وتتكرر العمليه لحد ما يوصل لتردد معين والاستابيليتي تيست يقف عندها، يبقى التردد ده تردد مش مستقر مع البروسيسور. بعدها يعمل ريستارت فجاه، ما تقلقش خالص، هيفتح تاني ويقول لك في البوت سكرين انا قدرت اوصل لكسر سرعه بنسبه كام مقارنه بالتردد الافتراضي للبروسيسور. للاسف الفوتج اللي معايا ما قدرتش تبين حاجه زي كده بسبب ان انا حاطط السيستم طبعا على اس اس دي. المهم انه بعد كده بيبدا يظبط المراوح والباور ديليفري على الوضع الجديد للبروسيسور، وبيديك في النهايه ريبورت بنتائج العمليه المستقره. يبقى انت كده ما تعبتش في اي حاجه غير انك عملت خطوات بسيطه جدا بالماوس، والبرنامج هو اللي قام بكل حاجه. لما تيجي تبص على النتيجه قبل الاوفر كلوك وبعد الاوفر كلوك، هتلاقي ان الاداء زاد بنسبه 2.5% للبروسيسور، والزياده في درجه الحراره للبروسيسور كانت 5 درجات بس. لكن الاغرب هو ان عدد لفات مروحه الكولر ما زادتش عن 1380 لفه، اللي بالمناسبه كانت اقل من الوضع الاولاني. يعني المراوح البرنامج شايف ان عدد اللفات ده مناسب قوي لدرجه الحراره دي، انت عاوز تاوفر رايد
تعالج الموضوع ده براحتك. القصد انك عندك الحريه الكامله في انك تعمل اللي انت عاوزه او ان انت تسيب البرنامج هو يكرر كل حاجه بنفسه. فبعيدا عن كل ده وكل المميزات دي، الكلام ده بيثبت صحه النظريه اللي قلتها في حلقه فاتت. انت تفاصيل صغيره جدا انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، هي موجوده بس انت مش بتديها اي اهتمام، ترفع من اداء جهازك ولو بنسبه صغيره. اي نعم النسبه ما هياش كبيره قوي على كل المميزات اللي احنا لسه قايلينها، بس في النهايه هي انتجت لنا فرق اداء لحاجات انت باي ديفولت بتشتريها. بتشتري بروسيسور عالي فبتروح شاري كولر عالي، بتشتري بورد عالي عشان انت جايب بروسيسور عالي، بتشتري باور كويس عشان تتاكد ان المكونات بتاعتك شغاله بطريقه مستقره. ايه المانع انك لو استفدت بحاجه زي كده؟ قيس بقى على الكلام ده لو معاك بروسيسور يقدر يوصل لارقام اعلى زي ال 8700 كي او ال 9900 كي او كارت شاشه، هيفرق معاك بقد ايه؟ انا بصراحه مش عارف او لسه معرفش، لان ده اللي هنشوفه في حلقه جايه من سلسله كبيره جدا عن ازاي تستفيد من كل حاجه في جهازك، وهل الحاجات اللي بتحطها الشركات دي حاجات مهمه ولا لا. فعشان تجيلك الحلقات دي لازم تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير وتفعل الجرس عشان نوتيفيكيشن بالحلقات الجايه، والاهم انك تعمل لايك لو الحلقه عجبتك وتنزل تقول لنا رايك تحت في التعليقات. وكالعاده اشوفكم في الحلقه الجايه. Yeah.